أخبرني، ما سر هذه الزيارة؟ قل جورج، هل هناك شيء؟ ماذا؟ لا شيء أبداً. لكنك تبدو متوتراً. لا يوجد شيء، أنا بخير. لا بأس إذن. حسناً جورج، قمت بتعديل بعض الأسطر على النص، وكنت على وشك الاتصال بك. هاك، ألقي نظرة عليه. دعنا لا نتطرق لهذا الأمر الآن، لنذهب لحديقة بيتك ونمارس بعض تمارين الكونغ فو. هيا، أريد ممارستها معك. لنذهب إذن. تفضل. جورج، أنت لا تبدو على ما يرام. لا عليك، سأسبقك. هذا جيد، والآن قف أنت هنا وأنا سأبدأ. حسناً، ما رأيك؟ ركلة جيدة. إن لم تركز فلن تضرب بشكل جيد جورج. حسناً، سنجرب مرة ثانية. هيا جورج، عليك أن تضرب من جديد. الآن انتبه. جورج، ثمة شيء ما يثير ضيقك. أخبرني بصدق، هل حنث ويليام بوعوده مرة أخرى؟ بروس، ذكرت بأنك عدلت في النص، أليس كذلك؟ أجل، وأردت معرفة رأيك بذلك. ولكن يجدر بك أن تعلم بروس أنني أتيت خصيصاً لأعلمك بأنك تستطيع تعديل ما يحلو لك باستثناء شيء واحد فقط. وما هو؟ لا تقلق، سأخبرك به. لابد من تصوير فيلم ناي صامت في الهند. لابد وأنك تمزح. أنا جاد في ذلك. ولكن لماذا؟ تعلم جيداً أنه يستحيل تصوير هذا الفيلم في الهند. لماذا الهند؟ ما الداعي لتصوير قصتنا الصينية هناك؟ تعلم أنه فيلم عن الكونغ فو. سأطرح عليك سؤالاً، هل ترغب باستغلال هذه الفرصة؟ طبعاً أريد استغلالها ولن أجازف بخسارتها، لكني لن أتخلى عن مبادئي مهما حصل أيضاً. أية مبادئ؟ لن تفهمني. لا يمكن تصوير هذا الفيلم في الهند، هذا مستحيل. لن أغير رأيي. لا بأس، سأخبرك بالأمر إذن. إما أن نصور في الهند أو نلغي فكرة الفيلم كلها. لا خيار آخر أمامنا، أتفهمني؟ جورج، هل أخبرتني؟ ما السبب الذي يجعل ويليام يقدم على قرار أحمق كهذا؟ ها؟ بروس، انسى هذه المبادئ. لأجل الحلم الذي تطمح لتحقيقه ولأجل هدفنا المشترك، هناك متسع دوما للتنازل ولو قليلا أرجوك. جورج، وما الذي سأخسره؟ اعلم بأني على استعداد للتخلي عن فرصة كهذه بكل بساطة. حقا بروس، يبدو أنك أكثر عنادا مما اعتقد. يبدو أنك لا تعرفني جيدا بعد. أريد الظهور بصورة كاملة ولن أقبل بغير ذلك. من الصعب تغيير رأيك. اذهب وحاول إقناع رئيسك. لقد حاولت، ولكن من المستحيل إقناع ويليام بذلك، إنه رجل عنيد جدا. كلانا لا يحتمل أن تضيع هذه الفرصة، لهذا يجب أن نقبل. لا خيار أمامنا بروس، أنت تدرك ذلك بالتأكيد. حاول من جديد، ربما نجحت وغيرت رأيه. لا أصدق بأنه مجرد رجل غريب لا يعي ما هي خلفية الحدث في هذا الفيلم. فمن الحماقة تصوير الفيلم في الهند يا جورج. أنت في غاية البساطة يا صديقي الصغير، لكنك شخص رائع في نفس الوقت. طالما أن الأمر كذلك، سأخبرك بالأسباب الحقيقية وراء هذا كله. تريد معرفة لما يريد ويليام تصوير الفيلم في الهند. يريد مقايضة ما يعادل 800,000 دولار بالعملة الهندية، وبما أن هذا المبلغ سيفقد قيمته لو تحول إلى دولارات أمريكية، فلا بد من توظيفه في استثمار هناك. هذا سر ويليام، هل تفهمني؟ الآن فهمت. نعم فهمت. شكرا جورج، أشكرك لأنك أخبرتني بالحقيقة كما هي. لم أرغب بإخبارك لأنني خفت عليك أن تتألم، لكنني لم أستطع ذلك. لا تحزن بروس، هذه هي هوليوود، يجب أن تتعامل مع الحقائق حتى لو كانت مؤلمة. أن أتعامل مع الحقائق؟
بل هذه مؤامرة حقيرة جدا. إرسالي إلى الهند لأحظى بفرصة بنقود لا يمكن صرفها داخل الولايات المتحدة، فإن نجحت تجنون المال، وإن فشلت فلن تخسر شيئا. لن أقدم على حماقة كهذه أبدا. تساءلت طوال الوقت كيف يمكننا تصوير فيلم عن الكونغفو في الهند. إذن لهذا كله لأنه يعتبر ما أمارسه مجرد نكتة ليس أكثر. ويليام الخبيث يكذب علي ثانية. أصغي إلي أرجوك بروس، مهما كان الأمر تبقى هذه فرصة بالنسبة لك، حاول أن تدرك ذلك من فضلك. تقول فرصة؟ يا للسخرية، ما الذي يجعلكم تعاملونني على هذا النحو؟ هل أنا متسول؟ أنا لست بحاجة لشيء كهذا، لن أنتهز فرصة كهذه. اذهب للجحيم بهوليوود وللجحيم بويليام. هيا اخرج، اخرج. جورج، انظر لهذا العقد في يدي، انظر. سأوقع مع شركة إنتاج في هونغ كونغ. انتظر انتظر بروس، ما زال بوسعنا مناقشة المسألة. لم يعد هناك ما نتحدث عنه. انظر لهذا العقد. وافقت شركة هونغ كونغ على جميع مطالبي رغم صعوبتها، فهم لا يملكون مالا كهوليوود، وقاموا بتوجيه دعوة صادقة لي لألعب الدور الرئيسي. أدرك الآن أن أفضل خيار لي هو تذييل توقيعي على هذه الورقة، وهذا ما سأفعله. لا أريد هوليوود. بروس، لا شك أنك فقدت عقلك. لا، لم يكن ذهني صافيا كما الآن. بروس، لا يمكنك توقيع هذا العقد. إن كنت تسعى لأن تكون نجماً عالمياً فعليك التمسك بهوليوود. إن اخترت هونغ كونغ فلن تكون أكثر من ممثل غير معروف، هل فهمت؟ جورج، سمعت الحوار، فهل استمعت لما سأقوله؟ هل ستسمعني؟ نعم بالتأكيد. زوجي بروس يرغب بتحقيق حلمه في هوليوود، وأنت لم تتوانى مطلقاً عن محاولة مساعدته لتحقيق حلمه. ومنذ أن بدأ الحديث عن مشاركته بفيلم كونغ فو، وبروس يبذل مجهوداً كبيراً، ولكن حصلت تعديلات على الشخصية في هوليوود، أدخلوا تغييراً كاملاً على الشخصية الرئيسية للفيلم. ورغم نجاح مسلسل الدبور الأخضر إلا أنهم ألغوا نهاية، وأيضاً قاموا بتعديل فيلم الناي الصامت. هذا تحيز، لا أحد منكم يفهم زوجي أكثر مني. إن رغبت هوليوود بمنح زوجي فرصة حقيقية، فأنا واثقة بأن بروس سوف يذهلهم أكثر من أي نجم آخر. وأكبر دليل على ذلك هو فيلم الدبور الأخضر. أصبحت الآن أكثر تفهماً لزوجي، وأنا أدعم قراره. فلتذهب هوليوود إلى الجحيم، سوف أرافق زوجي أينما ذهب. أنا معك دائماً. هل أنت بخير عزيزتي؟ المشاغب الصغير يتحرك. مرحباً سيدي. أجل تحدثت معه، أبدى اهتماماً كبيراً للعمل معنا، وقدر مصداقيتنا معه، ولكن من المؤسف أنه مشغول بفيلم لصالح هوليوود. الباشر تصوير الفيلم؟
يبدو أنهم لم يحددوا تاريخ بدء التصوير. حسناً، لا تتعجل العودة، لكن حاولي الاطلاع على برنامج عملهم. قد يطرأ أي شيء قبل بدء التصوير. لو حدث وغيروا خطتهم، عندها يأتي دورنا نحن. فهمت سيدي. إذا لم ننجح بمهمتنا الآن، حاولي تأجيل مدة العقد لستة أشهر. أعني الشخصية الرئيسة لفيلم سيد المهم يجب أن يلعبها بروس لي. حتى لو انتظرنا ستة أشهر أخرى سيكون ذلك لصالحنا. يجب أن نحرص على نجاح أول فيلم ننتجه نحن. حاضر. سيدي أهلا، ثمة شيء آخر؟ هذا أنت بروس؟ ظننتك مديري. ماذا؟ حقا؟ حسنا، سأحضر فورا حالا، أنا في طريقي. قلت رفض؟ هل رفض بالفعل؟ ولما لم تقل شيئا؟ من يحسب نفسه هذا المدعو بروس لي؟ كيف يجرؤ على رفض العمل معي؟ سيندم على ذلك، سأجعله يندم بقية حياته، لن يتمكن من العمل في السينما ثانية. كيف يجرؤ هذا الفتى الصيني المتعجرف أن يرفض طلبي ويرفض العمل معي؟ قل شيئا جورج. لا أعتقد أن بروس من سيندم، بل نحن من سنندم. كان بوسعنا خلق نوع جديد من الأفلام السينمائية، أما الآن بروس لن يعمل معنا. ألا يمكنك أن تجد أحدا يحل محله؟ إنه ليس سلعة يباع ويشترى، أنت عنيد جدا. منذ أن أسست شركتي هذه لم يجرؤ أحد على رفض العمل معي، إنه بذلك يحطم مستقبله بيده وسيندم. انتظر. أي نوع من الأشخاص بروس لي هذا؟ هيا اذهب وأحضر. هذا مستحيل الآن ويليام. لماذا؟ لماذا؟ ماذا تعتقد؟ بروس رجل معتد بنفسه، أما أنت لست سوى رجل أعمال تغويه مصالحه. لن تستطيع أن تملي عليه ما يجب أن يفعله، لأنك لا تفهمه أبدا. إنه ليس أداة إطلاقا. ليندا، أهلا سيدة شن، حضرتي بسرعة. أجل، لم أضيع دقيقة واحدة، أتيت بسرعة بعدما حدثني على الهاتف. أنا سعيدة. تفضلي، بروس ينتظرك. حقا؟ تفضلي. شكرا. كيف تشعرين الآن؟ انتبهي. أنا بخير. بروس، السيدة شن هنا. أهلا، تفضلي. مرحبا. اسمعي، درست بنود العقد بتمعن شديد، وأنا مرتاح لما جاء فيه باستثناء أمر واحد، وهو أني يجب أن أرى النص أولا قبل أن أقرر بأني موافق. إنه بحوزتي. عظيم، إن لم تكن هناك مشكلة في النص سأوقع العقد حالا. بروس، سأكون صريحة، مدير الشركة مصر على أن تقوم ببطولة الفيلم حتى لو اضطر لتأجيل تصوير الفيلم لوقت لاحق، تفهمني؟ بالتأكيد، إنه أول عمل تنتجه الشركة. عما تدور قصة الفيلم؟ حدثيني. بصراحة الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية. الشخصية الرئيسة تحمل اسم زهينغ شوان، انحدر أصلاً من الجزر الصينية، عاش في تايلاند في أواخر القرن الماضي ومستهل القرن الحالي. سرعان ما أضحى بطلاً لقيادة العمال الصينيين للنضال ضد السلطة الفاسدة، وقد أطلق عليه العمال اسم الرجل الهام.
هناك نصب تذكاري له في إحدى حدائق العاصمة بانكوك. عظيم، شخص مثلي عاش طويلا في الخارج يدرك جيدا صعوبة أن تعيش بعيدا عن الوطن. بدأت أتقمص الشخصية من الآن، مررت بهذه التجربة ولهذا فلا أحد يمكن أن يلعب هذا الدور مثلي. ها هو العقد. سيدة شن، لقد أعجبتني قصة الفيلم وسأوقع العقد حالا. شكرا. أنا عاجز عن قول شيء بروس، أنا في غاية السعادة، عملك معنا شرف لنا وسوف يكون مكسبا كبيرا لنا. أشكرك. لا تتعبي نفسك، حالتك كما أرى لا تسمح بذلك، أرجوك. لا بأس، أفضل تجولة في أرجاء المنزل. بروس، أتريد الانتظار لحين ولادة الطفل قبل أن تتوجه إلى هونغ كونغ؟ لا، أستطيع العناية بنفسي، لا تقلق علي. بروس، وقع العقد. قد أتوا. باكسمان. أهلا بك. مرحبا. تفضلي. شكرا. أرأيت؟ أنت هنا أيضا؟ إنها البطلة وستعملني معا. أهلا بك أيها البطل. مصادفة غريبة سيد وان هوي. تصفحت النص على متن الطائرة ويمكنني القول بأنه نص يوحي بمولد فيلم متألق وناجح. ممتاز، وجودك معنا في هذا الفيلم كفيل بأن يجعل الفيلم يحقق نجاحا باهرا. حسنا، تفضل. تفضل. سيدي تفضل. تفضل. أرأيت؟ رافقني بروس إلى هنا رغم صعوبة الوضع، لم يترك زوجته الحامل فحسب، بل رفض فيلماً في هوليوود. شكراً. شكراً سيد لي، أنا ممتن لك. في الحقيقة لم يمضي على تأسيس شركتنا فترة طويلة وهي في مرحلة تجعلنا نتوخى الحذر الشديد. لا شك أننا ممتنون لوجودك معنا، خصوصاً وأنك قد تركت زوجتك الحامل وتخليت عن عقد هوليوود لتعمل معنا. شكرا لك. في الحقيقة حالما علمت بعودتك إلى هونغ كونغ جمع المخرج هوانغ طاقم العمل وتوجه إلى تايلاند. الطاقم بأكمله يبذل كل جهده ولا يهدر دقيقة. شكرا جزيلا. لا داعي لهذا التكليف بيننا، سمعت أن أفلام الكونغ فو قد ازدهرت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة وذلك في دول شرق آسيا. هل عثرت لأجلي على بعض أفلام الكونغ فو حديثة العهد لأشاهدها لو سمحت؟ طبعا. بالطبع بالطبع. طبعا سأذهب لأهتم بالأمر. سيد لي. سيدي، طلبت إحضار أفضل الأفلام لديكم، أما هذه الأفلام فهي بصراحة أفلام رديئة. بصراحة إنها تعد من صفوة الأفلام المميزة. صحيح. حقا تقول؟ لا عجب إذن أن هوليوود تنظر إلى أفلامكم باستخفاف. إذن جميع الأفلام التي شاهدتها اليوم تحوي مشاهد قتالية تتكرر باستمرار من غير داعٍ، وفيها تناقضات ملفتة، شخصيات جيدة وأخرى رديئة، نساء ورجال، أساليب قتالية جنوبية وشمالية، يغلب على جميع المشاهد نفس الرتابة. والأكثر من ذلك أن المعارك تنشب بين الخصمين من دون داعٍ، وتحدث عمليات قتل في كل مشهد. ليست هذه روح الكونغ فو الصينية. لا أحد من عظماء هذا الفن، وهم كثر، يقتل الناس بشكل عشوائي. من شاهدتهم بهذا الفيلم لا يجدون الكونغ فو بل ممارسة العنف.
يجب أن تبرز أفلامك الكونغ فو من الجانب الفني والروحاني في الوقت ذاته، وألا تتطرق لعمليات قتل متوحشة. يبدو من الواضح أن المخرج والممثلين وكتاب النص أيضاً جميعهم لا يعرفون أي شيء عن فلسفة الكونغ فو وعن حقيقتها. إنها أفلام بلغ بتزييف الحقائق فيها. أنا لا أحب هذه الأفلام أبداً. أنت محق تماماً. سيدة شن، أبلغي من فضلك جميع أفراد طاقم العمل بما قاله السيد لي للتو. حسناً سأفعل. لا بأس، بدأ من الآن سوف نحظى بأفضل معايير فيلم عن الكونغ فو. بالمناسبة ذكرت أن المخرج وطاقم العمل في تايلاند، فلما لا أنضم إليهم؟ في الحقيقة تضاريس موقع التصوير هناك قاسية ووعرة. لا مانع لو بقي السيد لي في هونغ كونغ بضعة أيام أخرى. لم أحضر هنا للاستمتاع بوقتي أبدا، أتيت إلى هنا لأشارك في الفيلم. حسنا سيدة شن، احجزي 3 بطاقات إلى تايلاند. هناك أمر آخر سيدي، لم أحضر إلى هونغ كونغ لجني المال أو لصناعة فيلم كالأفلام التي شاهدتها. أتطلع لصناعة فيلم ثري بقصته وموضوعه، ويترك انطباعا لا ينسى في ذهن المتفرجين عن بروس لي وعن فيلم بروس لي الأول. وهذا هو هدف شركتنا بالتأكيد. عظيم، ولكي نحقق هذا الهدف لدي شرط واحد، لكن قد لا تجدونه معقولا في أي حال من الأحوال. أخبرنا به. يجب أن أحظى بنفس الصلاحية التي يحظى بها المخرج أثناء تصوير الفيلم ومع كل فريق العمل. لا بأس، فلنتحدث في الداخل. تفضل. داعي للقلق، فتقل صوت طبيعية. يجب أن أخابر بروس. لا تزعج، فالطفل وأنا بخير. كفي عن الكلام. أسرع، ضع هذه هناك. هيا بنا. هيا بنا. هو موقع يجب علينا أن نسرع. أريد بقليلا. ما رأيك؟ هذا هو المخرج وان. مرحبا، كيف حالك بروس؟ نحن مستعدون لكل شيء، كنا ننتظر حضورك فحسب. أهلا بك. لا أحب أن يربط الناس على كتفي. كنت أفكر وأنا في طريقي يجب أن أعدل بعض ما ورد في النص. تعال.
تفضل. شكرا. ما رأيك بروس؟ فلنأخذ قصة من الراحة في الفندق قبل أن نبدأ العمل. حجزنا قاعة لتناول طعام العشاء على شرفك هذا اليوم. أشكرك، ولكني أفضل البقاء مع فريق العمل. بصراحة أهم شيء الآن طرح النص بيننا للمناقشة. أريد أن أتكلم معك. ما الأمر؟ تعال أريدك، هيا قم. ما بك؟ تعال. لو سمحت أريد تحدث عن النص أمام الجميع. حسنا، ماذا هناك؟ هل تناولت دواءك؟ أجل، أنت تكذب. ما هذا؟ أحضرت لك هذا الدواء، تناول منه بعد الأكل. بالمناسبة أريدك بموضوع. ما هو؟ اسمعني جيدا أرجوك. السيد وان هو يأمل أن تعمل أنت وبروس معا. هذه ليست مشكلة، بروس لي نجم كبير، وأنا كذلك مخرج شهير في هونغ كونغ أيضا. أجل، أنت مشهور، ولكن تعلم أنه من الصعب أن يتواجد النمران في ساحة واحدة. النمران الآن أصبح معاً. بروس لي بالمحصلة من هوليوود. حاول فقط أن تتعاون معه وأظهر له الاحترام. أرجوك لا تجعل المدير يغضب. لا تقلقي، لا عليك، هيا بنا. اسمعوني جميعاً، أنا على يقين بأن هذا النص رائع للغاية، ولكنه لم يبلغ الكمال. ربما لا تعرفون هذا، ولكن قبل 10 أعوام كنت شقياً معروفاً ويتمتع بشهرة كبيرة. هل ستخبرهم بماضيك؟ إكسمان، لا تقاطعيني، لا أحب المقاطعة، خاصة أنك تعرفينني تماماً. آنذاك كنت فتاً غضاً للغاية، وسرعان ما تورطت بمتاعب مع إصابة ما، واضطرني ذلك للسفر لأمريكا. وأكثر ما كان يؤرق أمي هو أن أستمر في إثارة المتاعب والدخول في مشاكل. أذكر أن أمي أعطتني تعويذة على شكل فرس كتب عليها الثبات والتحمل. كنت أخرجها في كل مرة أشعر فيها بأني سأنفجر، وحين أرى التعويذة ألجم نفسي عن الدخول في أي معركة. لكني تجاوزت التعويذة مرتين. المرة الأولى حين صادفت عدداً من البيض يدفعون سائق تاكسي أسود نحو مقص كهربائي، ولم أحتمل رؤية ذلك يحدث، ولهذا سرعت لعقابهم جميعاً. وكانت المرة الثانية حين كنت في المدرسة، حين وصفنا ياباني يجيد الكاراتيه علناً بأننا كلاب بذيول، وكان لابد حينها أن ألقنه درساً قاسياً. لكن كلا الأمرين كانا رهن وضعاً لم أتمكن فيه من الاحتمال. نفهم من ذلك، وبناء على هذا أنا لا أستخدم قوتي إلا حين أضطر لذلك بالفعل، فلا تضطروني لذلك. فهمت، تريد توظيف تجربتك الشخصية في نص الرجل المهم، أليس كذلك سيد بروسلي؟ أجل، هذا صحيح. في النصف الأول من هذا الفيلم تظهر شخصية البطل على أنه شقي يحصل على ما يريد دون معارضة، ولكن قبل رحيله عن وطنه تقدم له والدته تعويذة ليلبسها تذكره بأنه يجب ألا يقاتل الآخرين، ولهذا سنعدل النصف الأول من الفيلم. بعد ذلك نرى البطل واسمه شوان وهو يحتمل كل شيء، ولكن حين يكسر الأشرار تعويذته يفقد سيطرته ويجد بأنه يجب أن يقاتلهم، وهنا تأتي الإثارة. نجده يقاتل وحده مجموعة من الأشرار يلوحون بأسلحتهم، يتغلب عليهم جميعا ليصبح مفخرة لجميع الصينيين. وهكذا تكون وصلت الفكرة الصحيحة من الفيلم. إنها قصة كفاح رائعة، ويجب أن يسلط عليها الضوء ليقتدي بها الجميع، فهي تحمل الكثير من المعاني. أجل، هذا مدهش، هذا رائع جدا. إن إدخال مثلي هذه التعديلات سيثري القصة وسيجعلها أكثر إثارة.
سيكون فيلماً شيقاً صحيح؟ ولكن الفريق أنهى استعداداته الخاصة بموقع التصوير، وأي تغيير سيؤثر على جدولنا؟ حتى لو أردنا تعديل النص فالكاتب ليس معنا. يجب ألا ننسى بأن السيد لي أصبح من نجوم هوليوود الآن. يا سيدي، في الواقع أنا أكره هوليوود، وما اقترحته الآن نابع من حرص الشديد على فيلم الرجل الهام، لأنه فيلم آسيوي بحت. سيد لي، كما ترى جميع العاملين هنا أعدوا كل شيء للتصوير، والتعديل طويل ولا وقت لذلك. تبقى المشكلة في من سيعيد صياغة النص. ما رأيك؟ أنا سأفعل ذلك. أنت؟ هذا ممكن؟ بروس يستطيع القيام بكل شيء، وسترى. ستوب، هيا أيها المساعد، المشهد التالي، هيا. انتظر لحظة. ما الأمر؟ أفضل أن نعيد تصوير المشهد الأخير. لماذا؟ لأن الأداء كان مزيفاً وفيه الكثير من المبالغة. إن تبعنا التصوير على هذا النحو فلن يختلف عن غيره من أفلام هونغ كونغ. أرى أنه كان جيداً، لننسى هذا الأمر. هيا المشهد التالي. سيد ون هوي، أطالب بمنح ما يتمتع به المخرج من سلطات، وعدتني بذلك قبل حضوري إلى هنا. أتمزح؟ ممثل يتمتع بنفس سلطات المخرج، كيف سيعمل المخرج إذن؟ وان هوي، هل حقا وعدته بذلك؟ وانغ، بروس يقصد بأنه يملك الحق بتقديم اقتراحات معقولة للمخرج، وهذا كله لصالح الفيلم، فما جوابك؟ إذن فأنت تعتقد أيضا بأن المشهد لم يكن جيدا. إن كان يريد إعادته فليكن، ولكن سينتج عن ذلك زيادة في ميزانية التصوير. ما اقترحه بروس لا غبار عليه، نريد إنتاج فيلم مميز لم يسبق أن قدمته هونغ كونغ. لا بأس، أعيد التصوير. أخبرني إذن، ما التمثيل الذي تعتبره غير مبالغ فيه؟ هي، هذه مشكلتك أنت، فأنت هو المخرج. كلمتي لا تجد أي صدى، فأي مخرج أنا باعتقادك؟ لا حاجة لتغضب سيد هوانغ، عليك التركيز على الفيلم. هيا. حسنا. هاي أيها الزميل، اقترب. لقد بالغت في أداء المشهد السابق، أخبروني أنتم ما هو الصواب. هل أريتني بروس؟ بالتأكيد، يجب أن نظهر كيف يقوم صاحب مصنع الثلج بقتل العامل لديه، إلا أنه بنفس الوقت يحاول التظاهر وكأن شيئاً لم يحدث. إلا أن أدائك السابق لا يوحي بذلك أبداً، بل يشير بالاتهام إليك. لا يمكنك أبداً أن تفعل شيئاً كهذا. حين تدخل المشهد عليك بالتظاهر كما لو أنك لا تعرف شيئاً عما حدث هنا. مهمتك تنحصر في أن تجعل العاملين هنا يصدقونك، فأنت لا تعرف شيئاً، أنت بريء تماماً، لا تعرف أي شيء. هل فهمت ما أعنيه؟ كن واقعياً في أدائك وفي المشهد. هيا. حسناً، لقد فهمت ما تريد، أنا مستعد. حسناً، سنعيد تصوير المشهد، هيا. حاضر. ما ذكره بروس للتو يتطابق وتعليماتك، أنت مخرج معروف في هونغ كونغ، هيا هيا. ها؟ حسنا، صور من جديد، نحن مستعدون، فلنصور المشهد. هيا هيا. هيا فلنبدأ من جديد، استعدوا. أكشن.
أرأيت ذلك؟ ما بك؟ يبدو الغضب عليك. أرجوك اهدأ. أنا أمقت كل هذا، يكفي. لا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك. أخبريني، ها، من أين أتيت بهذا الممثل؟ وهل هو ممثل بالفعل؟ أرجوك كفى. أنا هوانغ، وأنا من عاش في هذا البلد سنوات طويلة. أنا معروف، من يكون هو حتى يكلمني بهذه الطريقة؟ أعلم هذا. بروس لي يتدخل في عملي وفي عقر داري، وإن تسبب بإحراجي مرة أخرى فسوف كما أن والطاقم ما بك أكمل، سوف أصبح شقيا كبطل الفيلم. لم أعد أحتمل أكثر من ذلك. أتعلم؟ أنت لا تكف عن التذمر أبدا. ألم أقترح عليك بأننا يجب أن نقدم صنيعا للسيد وان هوي؟ أم أنك غيرت رأيك؟ ما بك؟ كفى، لولا أنه زميل دراستي لكنت انفجرت منذ وقت طويل جدا. من يأبه لنجم كهذا؟ يجدر به احترام المخرج. لما تضعين اللوم علي بالكامل؟ ها؟ هوانغ، أنت تعلم. أهلا، أهلا سيدي. لا داعي لمخاطبتي على هذا النحو، كلنا أصدقاء هنا، فكفي عن مناداتك بهكذا. وان هوي، أنا لست راضيا عما تفعله. أنا في الواقع منزعج منك. حسنا حسنا، حدثني فقط عما يزعجك، تكلم مسبقا. أعرف ما الذي تريده. أصغي إلي وان هوي؟ لا لا لا، بل أنت من يجب أن يصغي إلي أولا، فاسمعني من فضلك. مضى وقت طويل ونحن نعمل معا، ونحن أصدقاء مقربون. ماذا تعني؟ ولكن ما حدث هذا اليوم يجعلني أشك فيما إذا كنت أعرفك فعلا أم لا. صحيح، لو أن مخرجا آخر كان هنا لجدل بروس لي فيما طرحه هذا اليوم، ولكن أنت مخرج شهير يصغي لما يقترحه الآخرون، ولا أعتقد أن مخرجا غيرك سيكون بمثل هذا التفهم. يمكنني القول إنني أكثر اطمئنانا بأن فيلمنا سيحقق نجاحا باهرا، أليس كذلك؟ أعتقد بأنك قمت بخطوة رائعة في موقع التصوير اليوم، ألست محقا بذلك؟ لحظة. هل تقومان بخداعي هكذا؟ لا، أنتما تجاملان. لقد عنيت ما قلته للتو، وأرجو أن تستمر بما تقوم به. بهذه الطريقة نضمن روح الجماعة، أليس كذلك؟ ألم تذكر بأنك لا تغضب مني؟ لا بأس، أخبرني ما الذي يزعجك، أخبرني به، أنا أسمعك، تكلم. يا لك من لئيم، لقد أحرجتني ولا أستطيع الرد أبدا، ولكن كيف يمكنني التفكير بأي شيء الآن؟ دعني أحذرك من عدم توريط نفسك في المتاعب يا صديقي. صديقي، نفس عما بصدرك، مثل ذلك يجعلك تشعر بالارتياح، صدقني أنا لا أكذب. والآن هوان، تفضل تناول. لا، أعد قليلا من الشاي الآن، هيا. حسنا، هيا اشرب معنا. هيا، شرب الشاي يريح الأعصاب. هيا هيا هيا، تعال معي. بمثل هذه الطريقة أريد أن أحدثك بشيء. نعم، أصغي إلي. هذا مشهد هام لم يعد يطيق البطل فيه التحمل أكثر من ذلك، وبما أن هذا هو الجزء المثير في الفيلم، فمن الأفضل أن تستخدم فيه أسلوب شاولين الصيني في الكونغ فو. أخبرني لما اخترت هذا الأسلوب. لا، سأستعمل أسلوبي جيت كوندو. بروس لي، أدرك أنك مبتكر جيت كوندو، ولكننا نقوم بتصوير فيلم هنا، ويجب أن يحظى الفيلم بإعجاب المشاهدين، ولهذا يجب أن نستخدم أسلوب شاولين القتالي في الكونغ فو. جيت كوندو لا تقل عنه أهمية. حسنا، أصغي، زيزن مقاتل يجيد الملاكمة التايلندية،
سددت إليه بضع لكمات كهذه ولم يصب بأذى. لو استعملت جيت كوندو فلن يبقى ثابتا مكانه. ما هذا الذي أسمعه؟ من هو الذي لن يبقى ثابتا في مكانه؟ إن استعملت جيت كوندو هذه فلن أبقى ثابتا في مكاني؟ إذن أريد أن أجرب ذلك بنفسي لنرى إن كنت سأبقى ثابتا أم لا. أنا أتحداك، جربني يا بروس. هل أنت واثق من نفسك؟ واثق جدا من نفسي، وسوف ترى يا بروس أشياء تذهلك. أتحب أن تجرب؟ أنا أتوق لهذا. حسناً، تفقدوا كل شيء في الموقع، الأزياء، الإضاءة، هيا. هل كل شيء جاهز؟ مذهل، مدهش، روعة.